بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندي فيديو قديم اللي هو رقم 23 اللي كنت منزلاه السنة اللي فاتت. الفيديو كان بيتكلم عن المسائل الحسابية اللي هي عن الوقت أو التايم وكده، وجالي كومنت بس ان حد طلب إعادة السؤال الأول بشكل أوضح. يعني طيب، السؤال الأول اللي هو هنا كان بيتكلم عن، بصوا، هو ده كان بيتكلم عن الوقت بس. هو ده نص السؤال نفسه، بيقول لي how many minutes is it before 12 noon. يعني انا عندي ادي الساعة 12 اهي، تمام، عايز كام ساعة لحد الساعة 12؟ يعني زي ما تقول لحد كده فاضل قد ايه لحد 12، او فاضل قد ايه على اذان الظهر، فيقول لك مثلا فاضل ربع ساعة، 40 دقيقة كده. بعد كده if 48 minutes ago it was twice as many minutes past 9 a.m. طيب، هو اداني موضوع تاني، قال لي لو من 48 دقيقة فاتوا، يعني انا واقفة هنا، واقفة هنا عشان اقول له فاضل قد ايه على الساعة 12، هرجع 48 دقيقة. مالها بقى؟ it was، يعني من اللحظة دي اللي هي نقصت 48 دقيقة، it was twice as many minutes. انهي minutes؟ ال minutes اللي هو طلبها اصلا في المسألة، how many minutes، هي ضعفها، تمام، لان هي اصلا برضو مجهود. past 9 a.m. يعني بعد الساعة 9 a.m. سوري، بعد الساعة 9 a.m. يعني انا عندي هنا ده ضعف الوقت اللي هو هنا، اللي هو اصلا طلبه، اللي هو كده كده مجهول. طيب، الطريقة اللي انا كنت حل بيها في الفيديو كانت معادلتين وبطرحهم من بعض، واللي طلب حاجة تانية ابسط. هي تقريبا مفيش ابسط من الطريقة دي، ان انا عندي ادي الساعة 9 اهي، زائد 2x زائد 48 زائد الاكس اللي هو الوقت اللي هو عايزه ده، هيديني الساعة 12، تمام. يعني انا عندي هي الساعة 9، زودت عليها الاتنين اكس، وزودت عليها 48 دقيقة، وزودت عليها الاكس اللي فاضل لحد الساعة 12، هيديني الساعة 12، تمام. طيب، ابتدي ابسط المعادلة اللي معايا، فادي هلاقي ان الساعة 9 اهي، زائد 2x واكس 3x زائد 48 دقيقة، هتديني الساعة 12. طيب، 9 ودول 48 دقيقة، يعني 9 و48 دقيقة زائد 3x هتساوي 12، تمام. هبسطها يعني اخر تبسيط ليا، ان ادي 3x هتساوي الساعة 12 ناقص الساعة 9 و48 دقيقة. طيب، هاجي لاخر جزء معايا هنا اللي هو 12، هطرح منه 9 و48. انا بطرح ده يعني ساعة من ساعة، زي ما تقول لحد مثلا الفرق ما بين الساعة 12 والساعة 10 ساعتين، او الفرق ما بين 10:30 و11:30 دقيقة. انا بحاول ابسط على قد ما اقدر يعني. طيب، 12 يعني احنا عشان نقدر نطرح بشكل اسهل، المفروض ان هي 11:60 دقيقة، تمام. هي الساعة 12، 11:60 دقيقة هي 12، فانا هطرح 48 من 60 هيديني 12، وهطرح 9 من 11 هيديني 2، يعني 2:12. طيب، 2:12، الساعتين انا عندي الساعة ب60 دقيقة، يعني الساعتين ب120 دقيقة، 120 زائد 12 هيديني 132 دقيقة. يعني انا عندي هنا، هرجع لاخر معادلة بسطتها معايا، سوري، ان انا عندي 3x هتساوي طرح، ناتج الطرح اللي انا عملته ده اديتني 132 minutes، تمام. طيب، يعني ال x او التايم اللي هو كان طالبه هنا ده هيديني كام؟ هقسم بس 132 على 3، هيطلع لي 44 دقيقة. يا رب تكون سهلة. يعني انا غالبا اتكلمت بطريقة سهلة خالص، هي طولت معانا شوية، معلش، بس هي دي طريقة حلها، يعني مش قادرة اختصرها اكتر من كده. وبرضو لو مش واضحة، او يعني حابين طريقة تانية احاول ابسطها اكتر، ياريت تعرفوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.